مساء الخير عليكم عرب اليوتيوب. هذه فيديو سبيسيال سبيسيال فري ماج على بالكم. دونك احد اليوم درت لكم زوج تاع لي فيديو معمرين بلي بسوتيانات كيما نقولوا حنايا. ايا وعلى بالكم عند العرب كيتمشى دروك انايا بالعاني زعما بغيت نعطي للناس نظره بلي زعما كان هي بيرفير ونلم في السوتيانات وعمر طلوطو بهم ومن بعد نيت بهم شجره. وكما يقول لك بالعربيه عندنا زعما يقول لك من دعا الناس الى دمه دموه بالحق وبالباطل. معناتها ديجا عربنا حنايا بلا ما تعطيهم لانفيتاسيون باش زعما كيقولوا تي بيرفير ولا هما برواحهم زعما داخلين ليها ايا اسمع بغيت نفهمكم شنو هو المقصود من هذوك لي من هذوك السوتيان. الو هذه كلكو طون بديت ندير لا فوتو زعما كون نيفو بروفيسيونيل. وهذا العام عندنا هنايا في لونجلتير حمله كبيره تاع كيما نقولوا حنايا لو كونسير دو سان. دونك شوف كنقول لكم بالعربيه الكونسير دو سان غادي 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 قاعد الموضوع يتبدل. باسكو الكونسير دو سان كي تتكلم بالفرنسيه تتكلم زعما تكنيك تتكلم مرض وكل شيء. صافي كنقول لكم بالعربيه هذه الفيديو صايد تولي 18 طلع بون ما عليناش. زعما كيما يقول لك هو الكونسير تاع البزوله ولا الكونسير تاع الزيزه ولا صوالح كيما هكا على حسب البلايص اللي راكم عايشين فيها. اي دونك الجمعيه هذه كان خاصهم من اسوسياسيون كيما نقولوا حنايا كان خاصهم اون فوتو اللي فيها في الباك جراوند تاعها. نقولوا كاين بزاف تاع السوتيانات. اي هما شداروا هما طلبوا من النساء باش يعطوهم السوتيانات تاعهم. والافات تاع النساء جاوبوا عطاوهم جوستومون سوتيانات. سما انا ميروت عندهم عمرو لي قد لوطو تاع سوتيانات بوسات كيما هكا عطاهم لي غادي يردهم لهم من بعد. دونك فوالا بغيت نوريكم شويه من الماتيريال اللي نخدم به. هذه كاميرا من نوع كيما عيطوا لها من نوع نيكون دي 3. دونك هذا الاصل في هذه الكاميرا هي كاميرا بروفيسيونيل كيما نقولوا كاميرا بروفيسيونيل. تعرفها ماشي بلا طاي تاعها ماشي كبيره هي بروفيسيونيل. تعرفها باسكو الداخل فيها الكابتور اللي يقدر بليماج كبير بزاف. دونك هذه عندها كابتور يعيطوا لها اف اكس مكتوب هنايا زعما سي لو فول سايز تاع الكابتور. ولي سيمي بروفيسيونيل فيهم كابتور صغير عليه كي يصير 30% كي يصير عليه بالنص. ومن بعد ندخلوا في الدومين تاع غران بوبليك وين الكابتور يصغر بلوس كابتور يكون كبير بلوس يدير لك اون ايماج مليحه. هذه الكاميرا فيها شو هاد لالانس هاد الاله مع باش كيعيطوها بالعربيه لوبجيكتيف كيقولوا لها بالعربيه سي تون 70-200 سي تون لانس يسموها وحده من لا ترينيتي. باسكو لا ترينيتي هي فيها ثلاثه تاع لي لانس يكون عندك باش تخدم سي براتيكمون اوبليغاتوار. دونك هاد لا 70-200 تبان كبيره كيما هكا تبان لك بلي تقدر بها الزواوش ولا صوالح كيما هكا. بصح هي في الحق لا هي سي تون لانس كيما هادي نجم ندير بها ان بورتري واحد راه واقف قد البالونسوار غادي ماشي بعيد بزاف. بصح لافونتاج تاعها سي تخرج لك دي فوتو زعما كاليتي مليحه و تو بيرميتانيك باش تخدم سورتو مي تكون في زعما كاين سان وين لو كليون تاعك ما تقدرش تلصق فيه تنجم تكون شويه بعيد عليه وتصور كامل. هاد الاله راكم تشوفوا فيها هنايا هي عامه لي بروفيسيونيل عمرهم ما يديروا ان فلاش في الكاميرا. اش كدير الفلاش فوق الكاميرا تاعك راك تشوف الكاميرا بروفيسيونيل ما فيهاش فلاش. الكاميرا بروفيسيونيل جينيرالمون ما فيهاش فلاش فيها. عندك هذا السيستم الالي كي تشوف غادي تفهم لاش يصلح. اون فيت هذا السيستم من تصور يتحكم في الضوء. نجم يكون عندك فلاش واحد، نجم يكون عندك 10، نجم يكون عندك ستوديو فيه بزاف تاع الضوء وكل شيء. مي ان توكا الاصل في هذا السيستم كيما نقولوا حنايا تيلي غيدي سي مين حبسها بالك مين تصور هو بروحه اوتوماتيكمون غادي ديكلونشي لك القارو تراي فود. ما نسمعهاش من الدار ما ينورنيش ما يكون راكب ولا بصح كي نكون هنايا في الجاردن نسمعها غايه. دونك شنو بغيت نقول لكم هاد الكاميرا حاجه نبغيها بزاف سي النقمه تاعها سي الحس تاعها. غادي نحبس الفلاش باش ما غاديش يتبعوا لو كان نصور بالخف. سورتو مين تكون زعما نتايا مين تكون سيليبريتي كيما هكا وتجيب مود من اللوطو تاعك تسمع لي كونوا لي باباراتزي قرعوا لك تسمع الضربه تاع الكاميرا اسمعها مليح. غادي نسكت كاع. دونك هاد الكاميرا اللي مليحه فيها سي كو تنجم دير جوسكا 11 فوتو باغ سكوند. سي غار
اللي تستعملها بهذا الموديل بهذا المود اللي ندير فيه. سي با مود انتريسون في الدنيا تاع كل يوم راك فاهم. كي تكون عندك موديل كيما البارح كنت نخدم، كانت عندي موديل، وكان كاين ان ديكور وكل شيء حداها. جي با بزوان باش نصور بهاد لا فيتاس راك فاهم. جي با بزوان باش نصور بهاد لا فيتاس، تصور وحده بوحده. بصح لو كنت نصور مثلا انسان تصرا بالخف ولا حاجه كيما هكا، تستعمل هاد الموديل. لي باباغازي يستعملوا بزاف هاد المود، لاخاطرش دي فوا يكونوا خازين صافي بالك 5 سوايع ولا 6 ولا ربيتين في فيديو زبل ولا حاجه كيما هكا، ايا ويشوفوا لاكتور تاعهم هذاك اللي يقارعوا له خارج من لوطو تاعو ويقطع في الطيطوال ويدخل للدار. زعما سي افير تاع 2 سكوند. في هذيك 2 سكوند لو كان يصوروا تصويره واحده ما تحصيش بالك، في اللي يصوروا تصويره يخرج كيما هكا عيني مغمضين راك فاهم، باسكو سا اري دونك التصويره ما تبالعش ولا تخرج تصويره فلو ولا تخرج راك فاهم الموفمون. دونك واش يدير هو في اللي يشوف السيد يخرج كيما هكا يتبعه. دونك كي يتبعه كيما هكا تو سيور بلي لو كان تصوره نقولوا بون 3 سكوند راه عندك قريب 40 فوتو في لاباري. دونك يخرج لك زعما سيدنا بنادم تاع بلوس دو شانس باش تخرج لك تصويره تكون مليحه. دونك فوالا هذا هو المقصود من السوتيانات. وغادي نبعد نولي في فيديو واحد اخرى. الصوره ما جاش نوريها لكم، اللي درتها ما جاش نوريها لكم دروك، نديرها نوريها لكم من بعد من تخرج، باسكو مازال خرجت في لابخاس وكل شيء ومازال فيها خدمه. باش من تخرج لك التصويره هنايا ما كملتش، ما غاديش تقدر بلا بوس وتعطيها اللي كنت نضرك التصويره، مازال فيها خدمه بزاف قبل ما تنجم نوريها لكم من تكملون لكم تصاوبوا في الاخر. اي هلاو في روحكم، اي رب اليوتيوب ونعاونوا اللي من بعد.